السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: بعد تمرير قانون سانت ليغو، هل خرج العراق من مربع الفشل؟ مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، وبإمكان حضراتكم أن تشاركوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، والتي تمكنكم أيضا من عن طريق خدمة الواتساب من إرسال رسائلكم النصية عن طريق الرقم المخصص للواتساب. تعد الانتخابات بمفهومها العام هي الوسيلة التي يعبر فيها المواطن عن رأيه واختياره للشخصية التي يرغب أن تمثله في العمل السياسي لإدارة الدولة، وتتطلب الانتخابات بعض الشروط لكي تصبح الأداة الصحيحة للتغيير الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، إذ يجب أن تكون مستقلة بدءا من الهيئة المشرفة عليها بموظفيها، مرورا بنظم العد والفرز للأصوات وتوفير البيئة الآمنة والملائمة، ووصولا إلى الشفافية والمصداقية في عرض النتائج على الرأي العام. وعندما تتوفر العناصر آنفة الذكر، عندها يمكن وصف الانتخابات بأنها حرة ونزيهة. دعونا الآن نعكس هذه الشروط على جميع الانتخابات التي جرت في العراق بعد عام 2003. ترى هل تحققت فيها هذه المتطلبات؟ وهل أفرزت ما يصبو إليه المواطن العراقي؟ ثم هل مثلت إرادة العراقيين فعلا؟ مؤخرا أقر البرلمان قانون سانت ليغو الانتخابي بصيغته المعدلة، والذي يعد من أسوأ النظم الانتخابية على مستوى العالم كما يرى البعض، إذ يمنح لمن فشل في الحصول على الأصوات أن يحصل على مقعد برلماني طالما كان ينتمي لكتلة أو حزب كبير، وهذا يعني أن المستقلين أو صغار الأحزاب لن يحصلوا على أي شيء وإن جاءوا بأصوات انتخابية. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير عن قانون سانت ليغو وتمريره داخل قبة البرلمان في العراق ثم نعود. كما كان متوقعا، أتم البرلمان الحالي التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية لسنة 2018 في جلسة شهدت فوضى عارمة. وكان البرلمان قد صوت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو خلال تعديل قانون الانتخابات، حيث فصل القانون على مقاس القوى المتنفذة بإعادة نظام الدائرة الواحدة لضمان الاحتفاظ بالمكاسب والمناصب فيما ستحرم الكتل الصغيرة من الأصوات. لطالما سعت القوى المسيطرة على المشهد السياسي في العراق إلى الاحتفاظ بنفوذها بوسائل شتى، اضطرت في لحظة غضب شعبي إلى الانحناء لعاصفة تشرين، وها هي تعود مجددا لممارسة هيمنتها عبر العودة لنظام سانت ليغو. ما يعرف بالنواب المستقلين الذين اعترضوا على القانون لم يستطيعوا الاستمرار بمناورة كسر نصاب الجلسات، ولم يتمكنوا من الحيلولة دون تمرير القانون، مكتفين بالحديث عن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة، ما يثبت فشل أولئك الذين راكبوا موجة تظاهرات تشرين وحاولوا استثمارها لمصالحهم. أما من يدعون تمثيل المكون السني والذين برروا الموافقة على تمرير حكومة السودان بأخذ ضمانات لإقرار قانون العفو العام وإعادة النازحين، فلا يملكون اليوم سوى ذات التبريرات بأن الطرف الآخر أخل بالاتفاقات، وهم في الحقيقة ليسوا سوى شركاء في عملية سياسية باتت تديرها الميليشيات بشكل كامل وتسخرها لمصالحها ومصالح القوى التابعة لها في الخارج. العودة إلى قانون الانتخابات بنسخة سانت ليغو يثبت مرة أخرى أن الرهان على التغيير من داخل العملية السياسية والمبنية على المحاصصة والمفصلة وفق مقاس الأحزاب السلطوية هو رهان فاشل، وما الانتخابات الأخيرة التي شهدت مقاطعة غير مسبوقة إلا دليل بين على أن الشعب العراقي نفض يده من هذه العملية ومن وجوهها التي أوصلت البلاد إلى الحضيض. مشاهدينا الكرام، أرحب الآن بالدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي معنا عبر سكايب، حياكم الله دكتور حامد.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. علينا وعليك حضرتك دكتور. بداية، يعني الانتخابات في العراق بعد 2003 هل لها جدوى؟ هل منها فائدة؟ خاصة في ظل الظروف الحالية أو في ظل الظروف التي كانت موجودة منذ 2003 وفي ظل النظام المعمول به من قبل الطبقة السياسية وهو نظام المحاصصة. في البداية شكرا جزيلا عزيزي أستاذ محمد على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الكرام. الحقيقة النظام السياسي منذ نشأته في 2003 ولغاية الآن فشل فشلا ذريعا باعتراف جميع بما فيهم هم القائمين على النظام نفسه اللي أتت بهم أمريكا وإيران. 20 عام لم يفلحوا في تقديم شيء مفيد للشعب العراقي سوى بعثرة الجهود والسنوات وسرقة الثروات، و يعني الحقيقة وجود الآن يأس عند البعض من أنه هذه الطبقة لم تقدم أي شيء ولن تقدم شيء في المستقبل إذا بقت لا سامح الله، والنظام هذا هو مفصل على مقاسه الحقيقة. هل هناك برأيك دكتور من لا يزال يؤمن بهذه العملية السياسية وإفرازات الانتخابات إن كانت شكلية أو غير شكلية؟ الحقيقة يعني هم يؤمنون والمستفيدون من العملية برمتها، يعني تعرف أن سرقة الثروات معناها هناك من المريدين والانتهازيين والمنافقين في الحفاظ على بعض المصالح الضيقة الشخصية، يعني هذه الميليشيات الولائية، عصابات الجريمة المنظمة، مافيات الفساد اللي تكونت، الطبقة الطفيلية، يعني هذه الحقيقة لها مريدين قليلين، يعني لا يتجاوز مثل ما شفنا احنا في الانتخابات المبكرة اللي اجرت في 2021 في الشهر العاشر لم يشارك الا اقل من 15%، يعني هذه هي الحقيقة النسبة اللي ايضا تتشابه مع نسبة المشاركة في الانتخابات. المشكلة دكتور انه هذه النسبة ال 15% هي التي تقرر مصير بلد باكمله، يعني هي التي تفرض إرادة هذه الأحزاب على المجتمع العراقي الذي يقدرون أعدادهم الآن بأكثر من 40 مليون نسمة. هذه الـ 15% هي تحدد مصير بلد. هذا صحيح لأسباب كثيرة عزيزي، الأسباب داخلية منها استحواذهم على ثروات البلد وعلى يعني القمع المستمر للأصوات المعارضة لهم الرافضة للنظام ورافضة للعملية السياسية برمته، نظام المحاصصة، التقاسم بين أقطاب هذه الطغمة الفاسدة، الحقيقة يعني استحوذوا واستغلوا هاي الفرصة. الشعب العراقي لما خرج من حروب وحصار واحتلال غاشم، يعني غزو واحتلال، الحقيقة نجحوا الأمريكان والإيرانيين وهذه الطبقة من تشويه النسيج الاجتماعي وتمزيق الصف الوطني العراقي إلى حد ما، إلى أن جاءت طبعا احتجاجات مثل ما شفنا في 2011 2013 2015 إلى أن وصلنا إلى ثورة تشرين المباركة في تشرين 2019، وكانت كان الثمن باهظ كبير جدا، يعني قدمنا احنا 800 شهيد، اكثر من 800 شهيد وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين والعاجزين عن العمل، طبعا هذا القمع المستمر زائد الوصايا الدولية والإقليمية، يعني لا ننسى أنه ليس المريدين فقط في الداخل وإنما أمريكا وإيران تريد الإبقاء على هذا النظام. هذه طبعا القضية المعادلة أصبحت أكثر تعقيدا بالنسبة للعراقيين، العراقي الشريف الوطني اللي يريد يعني فعلا يبني بلده ومستقبل إلى والأبناء بالتأكيد يعني ينشد التغيير اللي يعني يصب لصالح الشعب العراقي، لكن القوة الداخلية والإقليمية والدولية، لكن هذا لا يعني نهائيا أنه على الأطلاق أنه ماكو أمل، لا بالعكس الأمل موجود، الأفق مفتوح أمام الشعب العراقي الآن، وأنا أقول لك صدقني أنا واثق من أنه هذه كمن يقال عنها القشة التي قصمت ظهر البعير، هذه كأنه المسمار الأخير في نعش هذا الطغمة الفاسدة. طيب، بإصرارهم على يعني قانون سانت ليغو 1.7، يريدون يبقون لكن الشعب العراقي سيقول كلمته. طيب، قريبا إن شاء دكتور الله. دكتور، يعني حضرتك بعد قليل كما تعلم جنابك نستقبل في البرنامج آراء المواطنين العراقيين، معنا السيد أحمد من الأنبار، تفضل يا أحمد. الو، حياك الله احمد، تفضل. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام أخويا احمد، يعني بس نص صوت التلفزيون يا احمد، اسمعني من الهاتف فقط لو سمحت. نصيح نصيح استاذ.
استاذ اني من الانبار، اني جريح براجع على ما عملتي صار 7-2 اراجع عليه استاذ. نعم. ايه موقف الامن جاء ظل عناهم يقولون عليك مساءلة وعدالة، مساءلة وعدالة طعاينة وبزعونا، ما عندي لا راتب ولا رعاية وكل شيء ما عندي استاذ. يعني ليش انت مساءل؟ اي والله انا يحيلوك الى الرافدين. يعني بس اريد نفهم منك يا احمد، انت اصابتك شنو؟ يعني انت مصاب نتيجه شنو؟ نتيجه الرعاية الحرب مال داعش. طيب انت اصبت نتيجه حرب، نتيجه المعارك مع داعش. طيب شنو ذنبك انه انت ما تحصل على علاج؟ شنو السبب؟ اي والله والله استاذ انا هسه لا راتب عندي لا رعايه عندي. نعم. ومعوق على العكازات ومليت انا اروح للمؤسسه، المؤسسه مال العنبار حيل فاشله، مو خوش فاشله فرنو. نعم. اي والله استاذ انا ايش يهمني يصلح الحكومه الشيعه السوداني عن يعني زادن الله وزادن محمد الشيعه السوداني، يعني انا بزعت حتى روحي من عندهم اروح اليوم هسه صار الشرايين ما رايح عليه استاذ والله العظيم. نعم. سيد احمد اي والله يقول كان الله بالعون يا سيد احمد، اتمنى صوتك يوصل الى من يهمه الامر. انا اشكر حضرتك للمشاركه. دكتور ناخذ تعليق سريع من عندنا. طيب عفوا دكتور، ناخذ بس ابو امجد من بغداد وارجع لحضرتك. تفضل يا ابو امجد. فقدنا الاتصال. دكتور حامد، يعني ناخذ من حضرتك تعليق سريع على قضيه السيد احمد من الانبار ونربطها ب العمل السياسي أو هذا الصراع السياسي أو الانتخابات، سميها ما شئت. ممثلي هذه المحافظات أو ممثلو هذه المحافظات الذين يدعون تمثيل أبنائها، يدعون تمثيل المظلومين، أين هم من هذه الأصوات التي تئن؟ نظام المحاصصة عزيزي المقيتة هو اللي مهيمن عليهم، لذلك هم استحوذوا على كل مقاليد السلطة وسلطة القرار بصورة عامة، يعني حتى بالتفاصيل اليومية اللي تمس حياة المواطنين الآن هم هناك فرز أشبه بعنصرية، يعني من يرضون عنه ويقربون يعني مثل ما يقول هذه المجموعة ويبعدون المجاميع الأخرى من الناس، وهم كلهم مواطنين عراقيين. المفروض هذا حق المواطنة، يعني إذا كان جريح وإذا كان لا سمح الله يعني هناك شهداء أيضا غمط حقهم. نعم. يعني عوائلهم لم تنل شيء من الحقوق هذه. وطبعا هناك ايضا تفكك مثل ما قلنا في العرى يعني بين المواطن وبين السلطات، يعني لا توجد دوله بمعنى الدوله. هذا للاسف الشديد نشوفه لا في الانبار وحدها ولا في الوسط ولا الجنوب، هو في العراق كله. نعم. البلد يعني للاسف الشديد تم تشتيته، تم الحقيقه هيمنه السلطة الفردية أو يعني المجاميع من الميليشيات ومن الكتل الفاسدة، طبعا بالإضافة إلى تنفيذ الأجندات الخارجية. يعني لا توجد صلة بين المواطن، يعني بين السلطة أو نسميها السلطات وبين مشاكل أو هموم المواطنين في كل بقاع العراق. حضرتك تحدثت قبل قليل عن ثورة تشرين والتضحيات التي قدمها المتظاهرون. من أهداف ثورة تشرين، يعني الهدف الثاني لنقل بعد إسقاط النظام وإزاحة هذه الطبقة السياسية، هو تغيير نظام الانتخابات والإتيان بنظام انتخابي يحقق كافة المتطلبات والشروط. كان الهدف أيضا إلغاء نظام العمل بنظام سانت ليغو لأنه مجحف ولأنه يخدم الطبقة السياسية ويخدم جهة معينة ضمن الطبقة السياسية ألا وهي الأحزاب التي تعتبر كبيرة نوعا ما إذا صح وصفها. الآن العودة بهذا النظام مرة أخرى، ماذا عن الدماء التي سالت؟ ماذا عن الشهداء؟ ماذا عن الجرحى؟ هذا هو نكران الحقوق. يعني هذه الطغمة، ليش احنا نسميها طغمة؟ الحقيقة تعيش وتعمل وتفعل ما تشاء بعيدا عن هموم العراقيين ومآسيهم اللي مروا بها. يعني الشباب اللي قدموا تضحيات كبيرة واللي استشهدوا، يعني هؤلاء بالفعل كان هدفهم هو إنقاذ الوطن، يعني استعادة الوطن اللي سرق منهم نتيجة هاي المؤامرات، نتيجة الأجندات الخارجية، نتيجة أطماع
الدول الجوار وأمريكا وحلفائها، وأيضا هي هذه الطغمة الفاسدة الطفيلية اللي تكونت واستحوذت على مليارات، يعني إنكم مئات المليارات من ثروات العراق. هذه هي الأسباب الحقيقية. بقى المواطن الحقيقة يعني إن لأنه بالفعل لا يوجد لا رأي عام محلي قوي فاعل يعني يقمع هذه الطغمة خلال هذه السنوات، وتم مصادرة يعني قراره ومثل ما قلت غمط مصالحه، وأيضا يعني القوة الدولية الإقليمية والدولية أيضا يعني نشوف أنه حتى في الأمم المتحدة يعني تقدم مطالعات من قبل بلاس خارت لكنه لا تفعل شيئا، بس مجرد ذر الرمال في العيون كما يقال، وتهدئة الأوضاع تهدئة النفوس. أنا أقول الشعب العراقي يجب أن يقول كلمته الحقيقة الآن، وأنا أتوقع أنه الأمور لا تمر على خير خلال هذه الفترة. الأيام والأسابيع القادمة سوف تكون هناك مفاجآت في الوضع الداخلي، لأنه هذا تمادي ب يعني للأسف الشديد نقولها استهتار بحقوق العراقيين، من أنه الإبقاء على هذا النظام بهذا الطريقة يعني رغما عن إرادة العراقيين هذه مسألة غير مقبولة. يجب أن يرحلوا 20 عام من الدمار والخراب، أنا أعتقد تكفي يعني، لأنه العراقي لا يمكن أن يتحمل أكثر مما تحمل خلال العقود الأخيرة. يعني هذه الشغلة شغلة الحقوق أيضا يجب أن تضمن، يعني أنا أقولها لأنه البلد العراق ليس بلد فقير، العراق غني بثرواته وإمكانياته وطاقاته أيضا، يعني عطلوا المصانع والزراعة وكل شيء دمر. علينا أنه إحنا بالفعل نفكر ليس فقط الاعتماد على النفط وعلى واردات النفط. هذه طبعا هذه نقاط سيأتي ذكرها دكتور بعد قليل مع حضرتك، في حال لو تواجدت حكومة وطنية، حكومة مستقلة بعيدا عن التأثيرات الخارجية. أرجع لحضرتك بعد قليل إذا تسمح لي دكتور، ويانا أبو أمجد من بغداد. تفضل يا أبو أمجد. أمجد تحياتي لك أستاذنا العزيز، حياك وحيا ضيفك الكريم. حياك الله، علي صوتك لو سمحت يا أمجد. طبعا أنا أريد أتكلم عن الأخ العزيز ضيفك، لأنه يقول القضية بالشعب. عزيزي الشعب مغلوب على أمره. الشعب عبارة عن حطام، الشعب بقايا شعب، إحنا الشعب العراقي الآن شعب منهار منتهي، شعب مقسم إلى طبقات. طبقة عليا مستفادة من رواتب ملايين تدخل لها شهريا، وفئة معدومة تجمع النفايات وتأكلها. فهذا شعب صراحة شعب لا يفيد أبدا، شعب منهار جملة وتفصيلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، ليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذا الشعب المسكين، هذا الشعب المغلوب. شنو رأيك سيد أمجد، شنو رأيك بالانتخابات بالعراق وتمرير قانون سانت ليغو اللي يرجع مرة ثانية نظام الكتل الكبيرة اللي تسيطر على الأصوات واللي تأخذ حقوق الكتل الصغيرة والأحزاب وإن كانكم مستقلين وغيرها من هذه الجهات التي تشارك فيما يسمى بالانتخابات بالعراق؟ شنو رأيك بهذا القانون اللي مرر مؤخرا؟ يا سيد العزيز، أي قانون مهما كان نزيه لا يوجد نزاهة في العراق مع وجود السلاح ووجود الأموال وتسلط الميليشيات والقتلة على هذا الشعب المسكين. لا يوجد انتخابات نزيهة مهما كانت عناوينها. نحن الآن في بلد يحكمه الغرب، بلد يحكمه المحتل الأمريكي عليه لعان الله، الذي سلمنا بأيدي دول كافرة تريد من الدمار والخراب، لا يريد أن هذا البلد يعيش في سلام. هذا البلد أصبح كحديقة لبلدان مستفادة من نفطه وأمواله وكل شيء. طيب أنا أشكرك سيد أمجد، أكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا. أبو عمر من واسط، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر الإذاعة الرافدين ورحمة الله على روح الشيخ عارف الضاري ابن عدنان الشمري. حياك الله يا أبو عمر، أهلا وسهلا. حبيب قلبي. تفضل. طالب العزيز، الشعب انتهى. العراق انتهى، أصبح أرملة مرة أرملة. ورحمة الله على روح هذا الشعب، الشعب مو بيده. الشعب تقسم إلى أحزاب مذعولين، أحزاب منتهية، وحوش يجون من وراء الهور. وين الفاسد؟ وين الساقط؟ وين اللي ذايك اللي عنده مشكلة ومهب الشعب؟ نعم. الشعب ما بيده، الشعب يدعي من الله يتغير اليوم قبل باكر. وكل ما نسمع خطاب من النظام السابق نفرح قبل لا يفرح منهم. وندعي من الله يجينا حاكم ويحكمنا بعداله. نعم. أنا أشكرك سيد أبو عمر، شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكرة. دكتور حامد أرجع لك مرة ثانية، خلينا نأخذ رأي السيد أمجد من بغداد، اللي يعني لا يلام، ربما قد يرى البعض بأنه لا يلام، إن نظر بنظرة متشائمة للوضع في العراق، يقول بأن الشعب مغلوب على أمره، الشعب ضعيف. لكن السؤال هو، هل هذا مبرر للسكوت أم هو يجب أن يكون دافع للنهوض، دافع للثورة؟ أكيد هو طبعا أيضا قال من ضمن كلامه، قال الشعب من هذا وليس له إلا الله. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول للعبد، يقول أسعى وأنا أسعى معك، يعني أنا أعطيك الطاقة وأعطيك الإيمان. وقال أيضا أنه نحن مؤمنون، وهذا طبعا لا تنفصل عن الإيمان، يعني الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بكل يعني الأعمال الصالحة، وكلها هي يعني الصب لمصلحة الإنسان ومصلحة الوطن. الوطن عزيز، الشرف عزيز، البلد عزيز، الأهل، الناس. لذلك إحنا لما نقول أنه الحق يعني ضد الباطل، هذا معناه أنه هي إرادة رب العالمين، يجب أن نقف ضد الباطل. أما أن نسكت ونقول الشعب منهار، لا، بالتأكيد هذا يعني كلام لا يرضي الله عز وجل. يعني بالعكس، إحنا نريد نحق الحق. نعم. ونقف بوجه الباطل ويندحر الباطل، لأنه إذا وقفنا وقفة رجل واحد بالتأكيد هم أقلية، هم ماذا يشكلون؟ يعني يشكلون إذا 10% هم وأتباعهم. نعم. من الشعب العراقي، نسبتهم الحقيقية كما قالت الانتخابات الأخيرة. نعم نعم نعم، وقبلها حتى قبلها، قبلها نقدر. نعم. نحتاج نقدر نحتاج نقدر من يأس لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. نعم. يجب أن نكتب كل مستقبلنا بتفاؤل وبإصرار وبإرادة وبعزيمة، ونقول أنه يجب أن نغير. إحنا ما راح نستسلم، ما ممكن نستسلم للباطل. هذا هو هذا المبدأ، هذه هي تربيتنا الحقيقة. يعني هذا ما يريد الإسلام، ما تريده كل الشرائع الدنيوية. نعم. أنه إحنا والسماوية، أنه إحنا اللي نشوفه أمامنا هو ظلم، يجب أن نقف ضد. طيب. الظلم. دكتور حضرتك، يعني منذ الانتخابات الأخيرة حضرتك متابع، والعراقيين جميعا، بأنه جاءت انتخابات بغض النظر عن وضعها، بغض النظر عن التشكيك فيها، التزوير اللي حصل فيها. لكن السؤال هو أنه هذه الانتخابات، هذه القانون الأخير الذي مرر داخل البرلمان سانت ليغو، هل له داعي أصلا؟ يعني مؤخرا تابعت الانتخابات التي مضت قبل هذا، قبل تقرير تشريع هذا القانون تمريره. هذه الانتخابات المزورة كما يقول العراقيون فاز بها مقتدى الصدر، ومع هذا أخذت المناصب الأحزاب الأخرى، هي التي استولت على الحكم. السؤال هو، ما فائدة أي قانون انتخابي يشرع في العراق إن كانت في النهاية العملية السياسية تقسم وفق رغبات وأهواء هذه الأحزاب؟ ما هو هي هاي المصيبة الكبرى، هو لا توجد أصلا ديمقراطية في العراق. يعني هاي كذبة كبرى، لا توجد ديمقراطية، وحتى الانتخابات هي مزورة، وما بني على باطل هو كل باطل. ما حدث من 2003 ومجيء الغزاة والمحتلين ويعني استلاب القرار العراقي والسيادة الوطنية وتسليمها بيد مجموعة زمرة من الفاسدين، يعني اللي جابتهم أمريكا معاها وإيران
والميليشيات اللي تكونت، فضاعت الدولة بالتأكيد. هذا الوضع هذا لا يمت بصلة بوجود مؤسسات دولة حقيقية بها قانون بها نظام. فلذلك أنا يعني بصراحة القوانين هذه كلها هي لمجرد يعني تفويت الفرصة على الناس من أنه يحتجون بشكل مباشر، إلا إذا نعرف. إحنا هذا برنامجكم يعني الموقر فتح الآن مثل ما يقال صفحات كثيرة، يعني من التاريخ القريب ومن الأحداث اللي صار كم يوم، يعني من قضية أنه لماذا التصويت على هذا القانون. بالفعل التصويت عليهم هم يريدون يحصلون شرعية، هاي الشرعية أصلا ما موجودة لا للنظام ولا لمجلس النواب. مجلس النواب بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية بالأشهر الماضية ثبت أنه يعني اللي كان إذا 15% مشاركة بالانتخابات الماضية المبكرة، معناتها أنه قلت هاي النسبة صارت أقل من 10%. لماذا؟ لأنه أخذ الأصوات معاه وخرج. فبالتأكيد هذا لا يمثل شرعية دستورية وقانونية أمام الشعب العراقي. هذا مجرد أنه وهم أمام الناس يريدون يشوفوها بالكاميرات. وإحنا شفناهم أيضا، شفناهم المحتجين، وشفنا يعني حاشاكم قلة الأدب في التعامل فيما بينهم. يعني هناك وكأنه فوضى، هناك يعني عملية عراك وشد بالأيادي، و يعني أسلوب لا يمت بصلة بسياسيين يقودون بلد. هؤلاء مجموعة من المراهقين في السياسة وفي العمر حتى غير بالغين يعني. لذلك هل شهدت في يوم من الأيام دكتور على أي موقف من هذه المواقف التي نشهد فيها الشد والجذب والصراخ وربما حتى الضرب بالأيدي أو استخدام الأيدي في سبيل قضية تخص المواطن؟ لا بالتأكيد، هذا هو اللي يزعج. المفروض هذا اللي يستفز العراقيين، يحفزهم من أجل أنه بالفعل يبادرون فيما بينهم بأنفسهم إلى يعني مثل ما إنسان بالغ إنسان عاقل وده يشوف أمام مجموعة حشاك من الزعاطير يتعاركون ويكسرون وكذا، فما عليه إلا أن يمسك بأياديهم ويشدهم بطريقة تربوية إذا قدر، وإذا ما نفع أن يحجزهم يعيد تربيتهم. هؤلاء كالأطفال المراهقين الذين لا يدركون مسؤوليتهم الكبيرة أمام مصير شعب هذا البلد. بلد هذا أمانة، يفترض يكون أمانة برقاب من يديره من يقود السلطة. هؤلاء ليسوا أكفاء في إدارة دولة على الإطلاق، ليسوا رجال دولة. لو كانوا رجال دولة خلال 20 عام ماذا فعلوا؟ ماذا قدموا؟ طيب. هم نفسهم يعني دكتور حضرتك تحدثت في بداية كلامك عن أن هذا القانون بتمريره سيزيد من الاحتقان في الشارع العراقي، سيقود ربما إلى ثورة، إلى انتفاضة، إلى ردة فعل معينة. هنا السؤال الذي نربطه بدور مقتدى الصدر فيما يحدث. مقتدى الصدر بعد انسحابه من العملية السياسية، لكن يرى كثيرون بأنه قد يعود مرة أخرى بإنزال أتباعه إلى الشارع كنوع من أنواع الرفض على رفض هذا القانون أو تمرير هذا القانون الذي جرى في البرلمان. هل تتوقع بأن يكون هناك أي رد فعل من قبل مقتدى الصدر وهو يرى الآن ويشاهد بالطبع أن هذه العملية السياسية التي سلمها لهم على طبق من ذهب بدأت تذهب شيئا فشيئا باتجاه آخر بعيدا كل البعد عنه وعن تياره؟ أشكرك جدا على هذا السؤال، حقيقة سؤال مهم جدا، وهو هذا فعلا الآن يعني يشكل حجر أساس في كل ما يجري أو ما يحدث خلال الفترة القريبة القادمة. أنا أقول شيء مهم جدا، أولا الشعب راح يتحرك صدقني، يعني هناك شباب تشريني دي يستعد دي يتهيأ، وفعلا هناك حافز، هناك يعني دافع ضمير وشرف وطني موجود عند عدد كبير من الناس يريدون ينقذون هذا البلد. لذلك الاحتجاجات اليوم بدأت، البارحة بدأت في ذي قار البطلة، في واسط، في الديوانية، حتى في بغداد على قلة العدد اللي موجودين في ساحة التحرير، في ساحات أخرى. أنا أقول شيء مهم جدا، حتى في داخل البرلمان أنا ما أستبعد هؤلاء المجموعة التي احتجت على سانت ليغو، هؤلاء أيضا يشكلون شيء مهم. لا ننسى أن هذول أبناء أيضا أبناء بلدنا، يعني حتى الآن لغاية الآن من يحتج
على هذه العملية السياسية أهلا وسهلا به، حتى ولو كان بالأمس معاهم. نعم. إذا كان في مجلس النواب أو في 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 الحكومة أو في النظام السياسي. نحن نرحب بكل انشقاق، بكل تفتت لهذه الطغمة الفاسدة، لأنه ما يصفى منها غير حيتان الفساد، غير العملاء اللي أتت بهم أمريكا وإيران. إذا سقطت الـ يعني سياج هذه الطغمة، سيسهل علينا هدم هذه القلعة التي يحتمون بها. لذلك علينا أنه نتفائل، أن نشد العزم على أنه هذه الطبقة السياسية يجب أن لا تبقى. ماذا عن الصدر دكتور؟ الصدر أنا أتوقع الصدر سيلتحق. أنا يعني أنا أتوقع، هو طبعا الصدر ليس هو الشخص بذاته، إحنا نريد أتباع اللي هو جزء من شعبنا. أنا لما أقول شباب وقاعدة للتيار الصدري، معناها هذول أيضا من عوائل مسحوقة، من عوائل متعففة، يحتاجون مستقبل، يحتاجون تعليم، يحتاجون فرص عمل. لذلك أنا ما أستثني، ما أستبعد أنه أيضا هؤلاء سوف يزجون بأنفسهم للخروج مع التشرينيين، مع كل المحتجين، كل من يريد التغيير الحقيقي الجذري ليحقق مصالحه. هذه ثورة أنا أتوقع بالفعل ستكون ثورة عراقية وطنية كبرى، ليس فقط للإطاحة بهذا النظام، وإنما أيضا بتحرير العراق. العراق مستعمر، العراق محتل من قبل دول عديدة، منها إيران وأمريكا وحلف الناتو وأطماع الدول الأخرى البعيدة والقريبة. لذلك أنا أقول الشعب العراقي يجب أن فعلا يرص الصف الوطني ويخرج، إذا كان تيار صدري وإذا كان اللي يحتجوا فيه المجلس النواب. فأنا أقول مرحبا بكل عراقي وعراقية يقول هان نحن جئنا لإنقاذ العراق. نعم. هذا هو المطلوب. طيب. الآن هذه هي لغة السياسة الحقيقة ولغة الفكر الاجتماعي بالتغيير. نعم. لا تستثني أحد أبدا، وإحنا بالعكس نريد الكل يقفون صفا واحدا. نعم. أمام العدو، العدوان الخارجي والعدوان الداخلي. يعني هذه الطبقة سترعب، أنا أعتقد أنه بدأ الآن يعني تحس برعب إذا كان هناك حركة في الشارع، وهي ما زالت الحقيقة دكتور تتعيش. أرجو من حضرتك تسمح لي قليلا. احنا مشاهدينا الكرام كالعادة في برنامج منبر الرافدين كما يعني تعودتم معنا نجري استطلاع رأي في الداخل العراقي، استطلاع آراء مواطنين عراقيين بشأن القضايا التي نطرحها في حلقاتنا. نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين وسألناهم عن رأيهم في الانتخابات في العراق وتمرير قانون سانت ليغو، ورأيهم بالعملية السياسية برمتها في ظل وجود هذه الأحزاب. جئناكم ببعض الآراء، دعونا نستمع إليها. القانون الانتخابات اللي صوتوا عليه هو من صالح الأحزاب الكبيرة، والمستقلين ما راح يحصلون شيء به. فإحنا ما نقول وإنما هم ما صروا على الانتخابات الصحيحة من البداية، لأن ما شكلوا كتلة بالنسبة للمستقلين كتلة صحيحة. لحد الآن ما استفادوا العراقيين من كل الانتخابات. ما راح يتغير شيء، بس أقول لك شيء، قانون سانتياغو أكثر البرلمانيين ما أعرف شنو مضمونه ويصوتون عليه، وهي حقيقة بعرفها البرلمانيين. قانون سانتياغو نصه وثلاث أرباع البرلمانيين ما يعرفوا صوتوا عليه، على مود المحاصصة، على مود الحصة ماكو، ونفس الشيء ما راح يتغير. بس العلة بيمن؟ العلة بالشعب، الشعب يطلع ينتخب وتبقى نفس الوجوه، نفس الاشكولات، أو هم نفس الأحزاب، راح السلطة على الحزب. المصير بينا، احنا نقرر مصيرنا، لا ما البرلمان مصير، الشعب هو اللي قرر مصيره مو البرلمان. الشعب اذا صدق يفتهم مع احترامات الناس، اذا عاقل يطلع ينتخب الناس النظيفين، واذا حقيقه لا يطلع ينتخب. شوف اللي ضحى بسبيل العراق هذا يعتبره شهيد. عن ماله عن هذا، ذول ابطال، هم ماكو، مو هاي الدوله البرلمانيه يصوتون، هاي الشهداء هي ماكو، وقفت اصل العراق، هم ضحوا ماكو بدمائهم ماكو على مود يبقى العراق، والعراق خالد بالتاريخ. هي نفس الاحزاب راح تنتهي ماكو، ونفس الشكور راح تنعاد على العراقيين. بس هو شنو اعيد حكايتي، الانتخابات بيد الشعب، هو اللي يطلع ينتخب النظيف وينتخب الاحزاب، وما راح تتغير، حتى يبقى سانتياغو غير سانتياغو، الاحزاب ماكو، الاحزاب تبقى والطائفيه تبقى وكل شيء يبقى بالعراق وما يتغير، ونحو الاسوء. من 2003 لحد العراق نحو الهاويه. العراقيين نحو الهاويه، واليوم احسن من باكر. بس مصير الشعب يبقى العراق صامت، يبقى العراق بصله وبناسه الطيبين وبالمضحين. والله الشعب العراقي ما لمس اي شيء.
من اي شيء ما لمس، يعني لا وزارات لا تربيه لا نفط، يعني من اي شيء ما، يعني هسه الشعب العراقي ما لمس شيء من هاي الاحزاب غير الخيبة الامال فقط. والله يا حج الان اذا تسالنا من 2003 ما تغير اي شيء، ما اضرت من حسيني الا مبارك، كل اللي جو ما سوى شيء للشعب نهائيا. انطيني شنو اللي سواه، شنو اللي قدموه؟ الاحزاب الكبيره والصغيره باقيه ضايعه، والحيتان الكبار تفرد تاخذ مال الشعب والفقراء اني وغيري، هاي المساكين، دكتور خريج مهندس قاعد على الرصيف لو يبيع جقاير لو يبيع مي، راتب انت، واللي دايح ابن شارع، واللي اجى ويا الامريكان هو المفضل اليوم وقاعد يفرض ايراداته. بصراحة النظام الجديد والنظام القديم اثنينهم يركزون الفاسدين علينا، سواء غيروا سانت ليغو سواء بالمناطق سواء، يظهر انه الجماعة جاي يفصلون ويخيطون قوانين حسب ما هم يردون حتى يبقون نفسهم يرجعون علينا. والسلام عليكم ورحمة الله. والله المفروض نسأل الحكومات وخصوصا رؤساء الحكومات، دماء الشهداء بتشرين وين راحت؟ وش غيروا المساكين ذول الشهداء اللي راحت دماهم هباء منثورة؟ من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة ما دامهم الجماعة مستغلين نفوذهم السياسي والعشائري وكل المنافذ. مشاهدينا استمعنا إلى آراء بعض المواطنين العراقيين بشأن الانتخابات في العراق وقانون سانت ليغو. دعونا الآن نستمع سريعا لرأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ الكريم. خليني أبدأ من منتهى الاستطلاع، يعني تقريبا نعم. إحنا 85% من الشعب هو رافض القانون سانت ليغو، والدليل أنه تناقص النسبة، نسبة المشاركة بالانتخابات من عام 2005 لحد عام 2021. نعم. هذا التناقص كله صارت. سألت ضيفك عن موقف مقتدى الصدر. اللي سمح بهذا القانون هو مقتدى الصدر، إن هو سمح للإطار أنه يأخذ الأغلبية في مجلس النواب، وأما شعر التكتيك أو ما تكتيك لا. ومقتدى الصدر اساسا راح يفوز بكل الانتخابات، يصير كمرتب او اعلى كتله راح يصير سواء بسانت ليغو او غيرها، لان يعني خلينا نعترف انه عنده جمهور قوي. سيد مقتدى هو اكثر كتله او حزب او او او, أو تجمع الى جمهور. الشعب رافض لهذا، لان اساسا يعني سانت ليغو شنو 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 انتج شنو انتج لنا احنا؟ صح الخطا مثل ما قال احد المستطلعين، قال الخطا خطا شعب. نعم. احنا الشعب عزف عن الانتخابات، يعني تعرف هذا، يعني اذا راح يعني 15% او 18% راحوا الانتخابات وطلعوا 50 مستقل، من ال 50 مستقل اكو 25 مستقل حقيقي. طيب فما بالك اذا شارك بالانتخابات 60 و65، هذه الاحزاب تطلع صفر، هم من حقهم. يعني الاحزاب، يعني انت مع فكره ان يشارك المجتمع العراقي في الانتخابات التي تجرى في ظل وجود هذه الاحزاب؟ استاذ احنا يعني ماكو حل بعد. يعني الحل يعني هن طريقين، يا اما طريق انتخابات او طريق انقلاب او ازاحه نظام. اذا هذا النظام تساند امريكا وتساند الامم المتحده، ماكو غير الانتخابات. حتى طيب. لو شارك بالانتخابات وفشلوا، نعم، همينا اشارك على الاقل اطلع لي اوصل لي 60 واحد حقيقي. كذلك همينا مع المشاركه بالانتخابات احنا نعتب على المثقفين داخل العراق، اصحاب النخبه، انهم يتجمعوا ضد هذه الاحزاب، يشكلونهم تكتل واحد في كل محافظات العراق من الجنوب وحتى المنطقه الغربيه باستثناء الاكراد، عندهم هم احزاب ناشئه وجايه تشتغل شغل عدل. طيب انا اكتفي وياك سيد ابو علي، وصلت فكرتك، انا اكتفي وحضرتك واخذ جزيلاً. شكرا جزيلا لك. خلينا دكتور حامد ارجع لحضرتك مره ثانيه، خلينا بس نوضح بعض النقاط وايضا نرد على السيد ابو علي من واسط. قانون سانت ليغو بالنسخه الاعتياديه، بالنسخه الطبيعيه المتعارف عليها، هو يتم تقسيم الاصوات على الرقم واحد وبعد ذلك على مضاعفات الرقم الفرديه، لكن في العراق تم تحديث هذا أو تعديل هذا القانون ليتم تقسيم الأصوات على 1.7، وهذا التقسيم بمعنى أنه يسمح للكتل الكبيرة
بأخذ أكبر نسبة من المقاعد ومن هذه الأصوات، الاستفادة من هذه الأصوات على حساب الكتل الصغيرة وعلى حساب المستقلين إن وجدوا. هنا نسأل بشأن تعليق السيد أبو علي اللي يقول لابد من الانتخابات سبيلا في من أجل التغيير. طيب، بوجود هذا القانون لغى فكرة وجود أي مستقل أو كتلة صغيرة بإمكانه أن ينافس هذه الأحزاب الموجودة في الحكم. كيف يمكن أن يحدث تغيير؟ هل عن طريق الانتخابات أو عن طريق شيء آخر؟ الانتخابات جربناها احنا كعراقيين، كنا وتابعناها منذ 2005 ولغاية الانتخابات الماضية، وطبعا هناك متغيرات. المتغير اللي صار في أنه بدل الدائرة الواحدة صارت الدوائر المتعددة بالانتخابات المبكرة في 2021، الحقيقة حدث تغيير نسبي، أنه التيار الصدري هو اللي طلع بأغلبية لأنه اعتمد على الدوائر المتعددة. الدائرة ليست المحافظة وإنما القضاء، والقضاء يكون من 100,000 سكان إلى أكثر يعني، وإذا كان القضاء يكون أقل من 100 يدمج قضاءين مع بعض ويصير دائرة واحدة. ولذلك الكيانات الصغيرة لما تجي تنتخب ممثلها بطريقة أفضل للأحزاب اللي أيضا تتمتع بشعبية، مثل التيار الصدري اللي حدث أنه جاب أعتقد 72 أو 74 مقعد بالانتخابات الأخيرة وتركها للإطار التنسيقي. هذا دليل لماذا تركها، هو هذا السؤال الأخ أبو علي أنا راح أجاوبه. أنه ليش إحنا ما نريد انتخابات، لأن الانتخابات أساسا القانون نفسه هو يعني مجير مغلق إلهم، يعني لما جوي الإطار سووا ثلث معطل، هما التيار الصدري مع الأحزاب الأخرى الكردية والسنية مع الاعتذار نقول هذا الكلام، شكلوا ما رادوا حكومة الأغلبية. حكومة الأغلبية لازم يمررون أولا رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين. الثلثين ما تحققت، الثلث المعطل اللي شكل الإطار عرقل انتخاب رئيس الجمهورية. رادوا لأنه الإطار وأتباع أرادوا أن يبقى نظام محاصصة لا أغلبية ولا ديمقراطية على أساس يعني هذا بهذا الشكل الظهر، فلذلك فشلت العملية. إذن لما تفشل العملية وخصوصا أنه الآن اللي يتحكم بكل مقاليد الوضع في العراق هم الميليشيات، هم مافيات الفساد، هم عصابات الجريمة المنظمة. زين البيئة الانتخابية غير مناسبة لا صعود الكتل الصغيرة أو الأحزاب أو الأفراد أو الشخصيات المستقلة التكنوقراط وغيرها المهنيين. من يجيبون المال السياسي؟ من يجيبون المحافظات اللي تأيدهم أو الدوائر الصغيرة المتعددة من أقضية وغيرها؟ لذلك العملية صعبة. هم مثل ما قلنا بالبداية هم فصلوا هذا القانون على مقاسهم حتى يبقون، مو يبقون فقط أيضا للاستئثار بالسلطة والثروات وكذا، لا، حتى ينفذون بجلدهم من أنه حساب الشعب وعقاب الشعب إلهم لو سقطوا يتجنبوها. دكتور، عندنا مشكلة حقيقة ولا يلام السيد أبو علي من واسط، هو في النهاية مواطن عراقي يسعى إلى الخلاص من هذا الضغط المستمر في هذا البلد، أزمات كثيرة ومشاكل كثيرة، لكن عندنا مشكلة بالعراق هي مشكلة النسيان. هناك حقيقة فئة ليست بقليلة من المجتمع العراقي مع مرور الأيام تنسى حقيقة التاريخ القريب الذي يؤكد بأن هؤلاء هم مجموعة من الفاسدين من اللصوص. الانتخابات التي جرت منذ 2005 إلى اليوم، لو لاحظنا ورجعنا بالتاريخ إلى انتخابات 2018 على سبيل المثال التي جاءت بعادل عبد المهدي، ألم تحرق المخازن التي تتواجد فيها صناديق الاقتراع؟ ألم يحدث تزوير علني أمام أعين الجميع بأن ويثبت طبعا هذا الأمر في 2010؟ ألم تفز القائمة العراقية بزعامة علاوي واستأثر المالكي بالحكم بحجة الكتلة الأكبر وما إلى ذلك؟ إذن وطبعا باعتراف علاوي تمت التصفية في السفارة الأمريكية بوجود علاوي والمالكي ومندوب إيراني كذلك. الملخص من الكلام أنه لماذا لا توجد ثقافة مجتمعية صراحة خلينا نقولها بشكل كافي يجعل المواطن العراقي خلاص يعني عندما يقاطع شيئا يقاطعه إلى الأبد، الانتخابات فاشلة لا سبيل من العودة إليها في ظل هذا النظام، لماذا نجد بعض الناس لا يزالون يقولون لنجرب مرة أخرى؟
ما هذه المشكلة، رغم أنه يعني مرجعياتهم الدينية قالت والمرجعياتهم الاجتماعية وكل التكنوقراط اللي عنده خبرة وقالهم يابا المجرب لا يجرب، تركوهم ذولا، ذولا ما منهم فائدة، لا نعول عليهم. أنا أجيب لك مثال بسيط جدا أيضا عزيزي، ثورة تشرين أصرت على إلغاء مجالس المحافظات لأنه بؤر من فساد كانت هي تسرق ثروات المحافظات، لذلك لما أصروا حققوا شيء ألغيت، فككوا المجالس المحافظات ألغيت يعني حتى دستوريا، الآن عادوا مجالس المحافظات، يعني انتخابات يريدون انتخابات القادمة الأقرب من البرلمانية هي انتخابات مجالس المحافظات. طبعا هذا معناها طبعا أيضا مسألة جدا جوهرية هي أنه يريدون يبقون يمسكون بالمحافظات كبؤر للفساد للسرقات، وأيضا يبقون بالبرلمان كأغلبية. هم لماذا هو هذا المشكلة؟ لماذا أرادوا إعادة قانون سانت ليغو؟ لأنه عرفوا التيار الصدري بالدوائر المتعددة وبالقانون اللي فعلا يتيح مجال للشخصيات المستقلة والجدد بالانتخابات أن يصعدون. هم لا يريدون في دقيقة واحدة تبقت لي نسأل السؤال نختم به وهو سؤال البداية، كان هل خرج العراق من مربع الفشل؟ يقولون العراق سيعود إلى المربع الأول، هل خرجنا أصلا من المربع الأول؟ لا بالتأكيد، احنا ما زلنا الآن في فشل مستمر دائم وانهيار بكل الحقيقة مستلزمات يعني بناء أسس دولة حقيقية صحيحة وناجحة. هذا مو أنا أقوله، الفشل له أوجه كثيرة، كل الأوجه الموجودة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى العلاقات الخارجية هي تدل دلالة واضحة على أنه العراق دولة فاشلة حتى بمقاييس ومعايير الأمم المتحدة والدول الأخرى. لذلك لا توجد دولة الآن، شوف التشتات اللي موجود، شوف الآن لا يوجد قانون، لا توجد حقوق، كل اللي موجودين شكوا من أنه المواطن ما إلى حق يائس. يعني حتى أبو علي الأخ العزيز كلامه كان صحيح 100%، أنا معاه، لكنه الحلول اللي يطرحها هذه تدل على أنه لا يوجد أمل، لا يوجد فعلا يعني يتشبث به قشة مثل ما يقال يعني تنقذ الغريق. هذا هو اللي احنا نريد ان نحقق للشعبنا، انه يجب ان نصمد، نقف وقفة رجل واحد بوجه هؤلاء ليست مثل ما يقولون يعني ليسوا منزلين من السماء، ليسوا ملائكة، علينا ان نسقطهم لانه فاسدين، لانه دمروا البلد، لانه جاءوا مع الامريكان ومع الايرانيين فهم لا يمثلون مشروع وطني عراقي حقيقي. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، أنا أشكر حضراتكم أيضا لطيب المتابعة، والشكر موصول لكل من شاركنا في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.